مش كونفرتبل بس بيسموه راك توب، اللي بيتفتح مربع بيتفتح للاخر. دي النهارده تعمل من 180 ل 200 الف جنيه لو كانت لسه معايا. ايه اكتر العربيات اللي هي اللي بالنسبه لك حسيت ان هي ما حدش كان عارف قيمتها قوي وانت نورتها ولمعتها وخليتها لا يعني رجعتها لحياتها طبيعيه باسمها؟ في عربيات كتير الناس ما تعرفش قيمتها، بس اللي في الكوميونتي بتاعنا بتاع الكلاسيك كولكتورز والجروبس بتاعتنا، طبعا كل واحد فاهم وعارف ان العربيه دي انت اشتريتها مثلا ب 20، لا هي تساوي بعد ما تبقى كويسه تساوي 300 400 يا من المبلغ الصغير ده للمبلغ الكبير. ما انت بتشتريها بقى، انت بتشتري عظمه في قفه زي ما بيقولوا. ساعات في عربيات بتوصل انك شاري سكيلتون يعني هيكل. لكن الهامي مفيش مثلا عربيه او هيكل زي ما انت بتقول مستحيل اعاده بقى تصنيعه او اعاده ان احنا بنظبطها تاني زي زمان؟ لا في حاجات مستحيل خلاص يعني. انت بتبص لها كده مش هتنفع يعني، لو صرفت عليها 10 مليون جنيه مش هترجع استحاله خالص، لان كمان في حاجات ما بقاش ليها قطع غيار. دي مشكله تانية، في حاجات ليها قطع غيار وفي حاجات ليها قطع غيار افتر ماركت او كوبي من اللي كانت بتتعمل. في حاجات ما لهاش حاجه خالص، لكن ما تتصنعش، او لو اتصنعت قطع الغيار دي بتبقى تتصنع ما بتبقاش بقى زي الاصليه، بتبقى انت معاك شكل بس. انت يعني احنا لسه نرجع بقى نرجع واحده واحده كده عشان دي انا مستني الصور على فارغ الصبر. ده قبل وبعد بس هم ابتدى يعني جت بالعكس، هي بقى هي بعد وقبل بس ما علينا يعني. احنا كنا بس بنتكلم شويه فكنا سايبينها على الهواء فكنا بنغير الصور عشان بس النوع. ماشي انا الكلام اخذنا. دي كانت عربيتي، دي برضو مش عملية ريستوريشن، دي عملية يعني إحياء مش ريستوريشن. دي نوعها إيه الأول عشان برضو دي بورش كاريرا، بورش كاريرا موديل 85. دي بقت كلاسيك يعني، كانت من هي بقى رجعت بقت كده. دي بعد العملية. ده يعني ياخد وقت قد ايه ان انا احول العربيه من الهيكل البورش اللي كان موجود ده للكلاسيكيه الحلوه اللي كانت فيها؟ بص هو المثل بيقول لك ايه، اطبخ يا جاريه كلف يا سيدي. هتدفع هنخلص بسرعه لكن هتفرهدني. هنقعد بقى نجيب فانوس ونستنى نجيب الفانوس الثاني بقى نجيب فردتين كاوتش وبتاع معانا سنتين ثلاثه بقى انت حر. طب معلش بورش برضه 1928. الصوره اللي قبليها كده هي كان فيها ايه؟ الصوره اللي قبليها، الصوره اللي قبليها دي لما كانت لسه ما دي كانت عربيه كانت مركونه بقالها سنين طويله. برضه دي مش من العمليات الانتحاريه قوي. دي مش كبيره، دي بس شويه حاجات فيها دي برضه، بس برضه دي حاجتها غاليه جدا وجبنا لها حاجات كتير من بره للميكانيكا وللاكسسوارز بتاعتها بس طبعا رجعت براند نيو يعني، والفوانيس بتفتح وتقفل، كل الحاجات دي اشتغلت كانت عطلانه. بس انا برضو دي برضو مش من الكلاسيكيات قوي، احنا لسه المفروض نخش في الغويط شويه. دي عربيه 89، دي العربيه دي بورش 944، دي موديل 87. بحبها قوي دي بقى، دي بقى الفانوس يطلع قدامك كده روح الفانوس بيفتح ويقفل. ايوه كان عندي لعبه زمان كده. احنا الحلقه دي هتتلغي بسبب الكلمات اللي بنقولها بسبب اللعب بس ان احنا على الهوا عشان ما ترجعوش في كلامك. دي لو تسجيل ما كنتش لا دي بعد